صافي واحد قبل الاساس صافي مساء الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تي في مباشره معكم من منطقه بمسيك سباته، يعني متشردين شعلوا واحد العافيه كبيره في هذه الحديقه معروفه باليسكو قرب مقبره الاسلاميه سباته. يعني تدخل الوقايه المدنيه سيطروا على الحريق، ما خلاوش يتطور، لكن الاشجار والخشب كما كتلاحظوا سيطروا على الحريق. خصوصا الجردة اللي كانت مقبرة، خذوا من هذه المساحة كبيرة وداروا فيها هذه الحديقة عمومية ما فيها لا إنارة لا والو. داكشي اللي توقع هنا خطير خطير بزاف. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم منطقة سباته، يعني متشردين واللصوص شعلوا العافية وسط حديقة أليسكا. هي حديقة عمومية كبيرة دائما توقفوا فيها المصائب، ما فيهاش الإنارة نهائيا كما كتلاحظوا، يعني حريق كبير. تدخل الوقاية المدنية في الوقت وجيز وتم السيطرة على الحريق. مشاهدينا الكرام الوقاية المدنية ما خلاش الحريق يتطور ووصلوا في وقت، يعني دغيا وصلوا. تكون تعطلوا شوية الشجر كامل غادي يمشي شجرة عافية، غدوز الشجرة من شجرة لشجرة وغتبقى الكارثة في الحديقة. يعني راه بزاف ديال المتشردين هنا تيناسك، وخاص السلطات على هاد المنطقة يديروا واحد الحملة وسط هاد الجردة هادي، لأن يعني هادشي اللي تيوقع هنا راه خطير بزاف. ها هو النتيجة أمامكم، واش شي واحد لا ردو ليو ولا لحق الرو ولا شي حاجة. كرام حريق مهول داخل حديقة أليسكو، السبب هو المتشردين. هاد اللحظات كتغادر الوقاية المدنية عي المكان بعد ما سيطرت على الحريق قبل ما توقع الكارثة.